السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة مع أسماء. يوم عاشوراء مبارك وإن شاء الله سعيد يعود علينا وعلى الأمة العربية إن شاء الله بالخير والبركة إن شاء الله. اليوم راح نحضروا عدة تاع ضيوف راهم جايين إن شاء الله، وربي عالم شحال الضيوف كاع عزاز على قلبي وعلى أسرتي. إن شاء الله راح نحضروا الطبق الرئيسي المحمر، والمحمر أنا دائما نديره مالح وحلو. راح إن شاء الله نفوتوا المقادير. راح عندي أطراف تاع الغنمي، هذا وجبتهم الكونجيلاتور، عندي أطراف ثلاثة تاع الأطراف. راح نديروا البصلة، درت حبة كبيرة وحبة صغيرة تاع بصل، ما غادي لا نربوهم لا والو، غادي نحطوها كيما هكا حبة باش من بعد نعاود نقلعوهم هذيك لاصوص مع حبه طماطم ثاني نخلوها حبه اونتيغ. ان شاء الله رايحه نديروا المحمر تاعنا بالزبيب. الزبيب لازم يكون منقيناه من هذوك الريسان تاع هذوك ونشلوه مليح مليح قبل ما نطيبوه. رايحه ان شاء الله ثاني نستعملوا فيه الاناناس. الزبيب تاعي ان شاء الله رايحه نديره بالاناناس، لكن ان شاء الله اللوجي هذاك ما توخروهش، خلوه. رايحه نستعملوه ان شاء الله في الوصفه هذه، راح نستعملوه على مرحلتين. راح نديرو مع الزبيب تاعنا ان شاء الله كي نديروه يغلى نديرو معاه لافاني ونكملوه بالعسل. والمحمر تاعنا راح نديرو له غير دهان، ما نديرولهش لا زيت لا سمن لا حتى حاجه، لازم الدهان. وحاجه معلومه اللي ناكد عليها وهي الاساسيه، نمرقوا كل شيء بارد في بارد، من نقلو ما حتى حاجه. لازم كي نحطوا هذا اللحم والبصله وكي نتبلوه نديروه في لاكوكوت نحطوا عليه ما بارد، ونزيروا الصفاره اذا كان غنمي ولا كان دجاج ما نزيروش الصفاره، لازم يكون بارد في بارد. والماء اللي نمرقوا به في الاول هو اللي نكملوا به الطياب، ما نزيدوش الماء، خاطرش الا زدنا الماء وتكون لاصوص تاعنا عاد ما طابتش، راه اللحم يسماطلي والمرقه ما تجينيش فيها كاع البنه تاع التوابل. والتوابل هي غادي نديروا القليل من الملح، حنا الطياب تاعنا دائما قليل من الملح، ومن محمر مالح وحلو نقصوا الملح غير قد ما يطلق لنا البنه في اللحم. مغرف كبيره تاع الكركم، ها هي مغرف كبيره تاع الكركم، راه عندي جديد شريته للزوج تاعي البارح. مغرف ماشي عامره تاع سكينجبير، سكينجبير مغرف صغيره ماشي عامره تاع الفلفل الابيض، الفلفل الابيض ملحي عفوا. وهذه الزعفران راح نستعمل، هذه الباكي تاع الزعفران هذا مليح. راح نستعملوا القرفه عود، نستعملوا حبه تاع النجمه، ما نكثروش من هادو غير حبه، والحبه تاع الهيل. هادو راه يطلقوا لي بنه ولا اروع في المرقه تاعي، وغادي تجي مميزه عن لي صوص الاخرين باش نعرفوها باللي محمر. هادو اللي يستعملوهم في العراس في الضيافات في العرضات، ان شاء الله غير ضيافي ان شاء الله يكونوا راضين عليا وتعجبهم الاكله هذه. ان شاء الله رايح نحط اللحم تاعي في لاكوكوت ونمرقو باش نشوفوا النيفو تاع الماء. كما راكم تشوفوا اخواتي ما نش نقلي، راح نضيف غير الماء، لكن ملاحظه بغيت نقول لكم بلي اللحم ما رقدوش في التوابل، راني حطيتهم فوقه هكا يعني بارد كل في بارد، والحبه تاع البصل والحبه تاع الطوماط. بغيت نوريكم الكميه تاع الزبده اللي راح نستعملها، ما استعملتش هذيك الكميه الكليه لاني راح نستعمل النصف الاخر في الزبيب ان شاء الله. راح نمرق، نحطوا الماء قد ما يغطينا اللحم. بسم الله، كما قلت لكم الماء اللي نحطوه دروك في المرحله الاولى هو اللي راح نكملوا به الطياب، ما نزيدوش الماء اطلاقا، نزيد غير شويه. بسم الله بسم الله، فوالا هذا هو، هذا هو الحد. غطيت اللحم تاعي مليح مع راه كونجلي لازم له طياب وقت اطول. غادي نزير الصفاره، لذلك غطيتها مليح بالماء. راح نهود هذاك الدهان ونبلع بالصفاره ان شاء الله. راني نشوي في الفلفله، راح نديرو ثاني الديسير ان شاء الله. شللت المليح مليح الزبيب تاعي وقلعت له هذوك الزوائد تاوعه باش ان شاء الله في الطياب تاعنا يكون مليح، ما فيش هذيك التراب ولا حتى حاجه. حليت العلبه تاعي تاع الاناناس، قلت لكم المحمر تاعنا اليوم راه زبيب بالاناناس ان شاء الله. اش راح ندير؟ قلت لكم ثاني على مرحلتين الاناناس، نقلعوا
شويه من هذا لو جو، هذه كميه تكفي. وراح نديروا هذاك الجو اللي راه باقي راح نديروه في الزبيب تاعنا، نحطوا كاع الكميه ونزيدوا معاها كاس تاع الماء. نجيب كاس تاع الماء نديروا معاها كاس تاع الماء. فوالا هذا هو، قد ما تغطى لي شويه الزبيب، ونديروا كاس تاع السكر. السكر ثاني راح يطلب لي الماء ويكثر لي الكميه تاع السائل. كاس تاع مع كاس تاع السكر عفوا عامل مليح مليح. ونديروا شويه تاع الزبده في الاول غير شويه، والكميه الاخرى راح نخلوها في الاخير باش تعطينا هذيك لابغيونس. شوفوا الكميه اللي هي باقيه غير شويه، واستعملت مغرف صغيره. هذا هو، غادي نحطها على نار قليله جدا جدا، ما نديروش النار قاويه، غادي يطيب على غرده، يعني راح ياخذ لي وقت في الطياب، نقصوا له تماما. وان شاء الله كي يطيب لاصوص تاعنا تاع اللحم راح نقلعوا اون لوش وحده ونحطوها هنايا باش تطلق لنا البنه. لكن الاناناس هو اللي راح يميز لنا الذوق تاع الزبيب تاعنا. الطبق هذا ولا اروع، ان شاء الله راح تسيوه ويعجبكم ان شاء الله. هذه نحطها على نار مهيله جدا جدا، ومن بعد نكملوا بقيه الوصفات. راح نفوتوا نحضروا ان شاء الله بيسكويا لوغوج. عندي انا لي زيست تاع البرتقال درتهم في الكونجيلاتور، كما نسحقني نجبد بشويه. راح نستعمل ثاني الافاني، الافاني لوغوج. ان شاء الله نفوتوا المقادير. في البسكوي تاعنا راح نستعملوا ربع حبات متوسطين تاع البيض، كاس مشي عامر تاع الحليب، يعني كاس الا ربع، كاس الا ربع تاع الزيت، وكاس عامر تاع الماء، الماء تاع السباله. ونحتاجو مغرف صغيره تاع قرفه غبره، قشور البرتقال. راح نستعمل ثاني مغرف صغيره تاع لافاني، وزوج خميره تاع الحلوى. انا كنت عندي هذه وحدها وهذه وحدها، معليش كل واحد وش عنده، بالك ربما تستعملوا نفس الماركه، لكن النتيجه هي هي. نفوتوا للتحضير ان شاء الله. كما قلت لكم الضياف تاعي ان شاء الله راهم جايين، نحاول قدر الاستطاعة نكون في المستوى ان شاء الله يا ربي، ويكونوا فرحانين. بسم الله راح نحلوا البيض تاعنا. مر البيض راح نديروا الكاس الى ربع تاع الحليب، ونديروا الكاس الى ربع تاع الزيت، والكاس تاع الماء. راح نخلط مليح مليح. عفوا انا نسيت السكر، كنا نجيب السكر ونكمل الوصفه. عفوا سمحولي نسيت السكر، والله لا ستريس تاع الضياف، وني باغيه كلشي يكون مليح، لذلك ننسى. ها هو الكاس تاع السكر راح نضيفه، نخلطو مليح مليح. الخليط تاعنا لازم يذوب السكر مليح. نزيدو لافاني، نزيدو لافاني تاعنا. صغيرة عاملة، نزيدو هداك لو زيست تاع البرتقال، نزيدو المغرف تاع القرفة هادي. إن شاء الله راح نخلطوهم مليح مليح، عاد باش نضيفو كيما والفنا الفاينة تدريجيا. البسكويت تاعنا ما لازمش نتقلو، هذا لازم يبقى خفيف. نزيدو الفاينة تدريجيا، وزوج صاشي تاع لالوفيغ باش يطلع لي مليح مليح. لا نبدا نزيدو الفرينة شوية بشوية. راه بسكوي ساهل، لكن في الذوق يكون مليح مليح، يكون شباب. نحلو لالوفيغ تاعنا فوق الفرينة، الفرينة تاعي طبعا غربلتها، دو ساشي دو لوفيغ. نكمل نحرك حتى لي يتقال لي الخليط، لكن ميكونش عاقد، ميكونش تقيل بزاف، يبقى خفيف. أنا كملت هذيك الكمية تاع الفرينة اللي كانت عندي هنايا، استعملنا كاع الكمية. وشوفوا القوام تاع البسكويت تاعنا، هاكا لازم تكون النتيجة، يكون عاقد لكن ماشي حتى يكون كاع ثقيل بزاف.
عندي المول تاعي هذا اللي حنطيب فيه البسكوي، درت له الزيت، قلت له مليح الزيت ودرت له الفرينه، راح نكب فيه البسكوي ونطيبه ديريكتومون، ما غاديش يريح. بسم الله، فوالا نحطو غير بالعقل علينا. مع دو لوفيغ ان شاء الله راح يطلع لي مليح مليح، ولازم المول تاعنا يكون باقي له امو على هاد الخط تاع الاصبع تاعنا يبقى البلاص. فوالا انا حطيت الفرن تاعي يحمى على نار متوسطه، وتوجور نطيبو حنايا في الوسط، ما نطيبوش لتحت باش ما يتحرقناش من التحت، وما نطيبوش من الفوق باش الفوقاني ما يطيبلناش والتحتاني يبقى ناخضر. توجور نطيبو في الوسط على نار متوسطه، ان شاء الله راح ندخله للفوق ونكملو باقي الوصفات. اخواتي راكم تشوفوا الزبيب راه شرب مليح هذاك السكر والجي داناناس، راه عقد لي. دروك شنو نديرو؟ كيما قلت لكم نزيدو له اون لوش تاع البويون تاع اللحم تاعنا. فوالا شوفوا راح نحطوا له هذيك اون لوش وحده، ونزيدوا له العسل، نزيدوا له هذيك المغرف تاع العسل تاعنا، ونزيدوا له هذيك المغرف تاع الزبده، ونزيدوا له شويه تاع لافاني باش تبقى هذيك ريحه الاناناس غالبه على ريحه لافاني، ولا على راس المغرف، ونخلوها تغلي لواحد الخمس دقائق ونطفو. يكون عاقد لي، شوفوا القوام تاعه راه توجور على نار قليله قليله بالبزاف، طفى طابع لا غرده. فوالا راح نخليه يزيد يغلي شويه يطبخ ونطفي عليه. اخواتي راني شويه الفلفله قطعتها الى مربعات، انايا دائما نبغي الفلفله خضراء والفلفله حمراء، هذه تعطينا حلاوه للفلفله، دائما تزيدوا حاولوا تزيدوا حبه حمراء. وراني شويه ثاني زوج حبات طماطم وقطعتهم، مازال ان شاء الله كي يكونوا يطيبوا نزيد نمرسهم شويه باش ما تجينيش القطع كبار. راح ثاني نربي ربع حبات ثوم فيهم ونطيبهم مع بعض. اما التوابل راح نستعمل الملح، الفلفله الحمراء او البابريكا، الفلفل الاسود ما غاديش نكثر خاطرش نستحمل الفلفله الحمراء حاره. هذه راح نقليهم في شويه زيت ونخليهم يطيبوا على غرضهم، نغطيها باش تطلق لي الفلفله تاعي تطلق لي شويه ماء باش ما تنحرقليش، ما نزيدو معها لا ماء لا حتى حاجه، تطيب على غرضها وساعه على ساعه مرسوها بالفرشيطه حتى اللي تطيب. راح ان شاء الله نديرها تطيب ونعاود نرجع. راكم تشوفوا راهي بدات تتقلى الطماطيس والفلفله والثوم، راح نضيف لها هذوك التوابل ونخلط مليح مليح، ساعه ساعه نولي لها نرجع لها نعاود نمرسها. راح نخلطها دروك، راكم تشوفوا ما زدتش معها الماء، نخلوها تطيب على غادها. وانا راح نغطيها وساعه ساعه راح نمرسها كي من هكا، نمرسوها كي من هكا حتى اللي يطيب. توجو على نار متوسطه الفلفله تاعي راهي طيب، راني منظمه صوالحي. دروك البسكوي اللي خرجته من الفوق راه عاد حامي شويه، راه شويه يبرد مع اليوم راه الريح، راني حطيته دروك حلل على الطاقه باش يسرع لي في باش يبرد. راح ندير لها من الفوق غير شويه تاع لا كونفيتور دابريكو، نحطوا لها غير شويه تاع الكونفيتور باش تهود مع هذيك الحمان تاع الطياب تاعه، راح يطرى لي هذا الكونفيتور. نحطوا غير في هذا الجهه، الحمد لله كملت الحريره، الحريره هي موجوده في الوصفه في القناه، راني حطيتها في القناه في الاول كاع راهي في الاول. والفلفله تاعي راهي طيب، اللحم تاعي طاب لي ما شاء الله، راه طريب بزاف. شوفوني درت بكميه، فوالا. ودروك راح ندير شويه تاع السكر غلاس هكا، شوفوا كيف
اشراف، غادي نخليه حتى يبرد تماما عاد باش نقطعه ونقلعه من المول، خاطرش الا نقلعه من المول دروك راح يتفتت لي، غاديش نقدر نتحكم فيه. نخليه يبرد تماما كيما هكا على الطاقه، ومن بعد نقطعه ونحطه ان شاء الله لضيافي في معلتين. ان شاء الله كل شيء يعجبهم ويكون ان شاء الله على خاطرهم، وانتم ثاني ان شاء الله الوصفات هذه يكونوا عجبتكم. هي بسيطه لكن والله العظيم نتمنى دائما نكون في مستوى. راح نخلط الفلفل تاعي ونكملوا ان شاء الله ونشوفوا في الاخير. نكملوا المرحلة الأخيرة تاع المحمر تاعنا تاع اللحم والزبيب، ويبقى لي الأناناس تاعي راهي في العلبة تاعها ما قلعتهاش، راح دروك نحمرها بالجو هذاك اللي وخرته، هذاك اللي قلعناه في الأول وخرته شوية مع ربع مغارف تاع السكر. بما أنه الأناناس راه ديجا حلو، غادي نديروا هذا الجو تاع الأناناس في لاكاسرول تاعنا. راح نديروا السكر فيه، راح نخليه يغلي غليتين عاد باش نبدا نحمر الاناناس تاعي فيه، حتى كيدوب لي السكر مليح مليح ويغلى لي مليح هذاك الخليط تاعي، عاد باش نفوت هذاك الاناناس تاعي نفوته، راح نفوته باش ما يجي يقعد ليش كروكون. غادي لازمني الاناناس في المحمر تاعي، لازمني الاناناس يكون مويلو، يعني ماشي ما فيش هذيك لاماش، يكون فيه الاناناس طري. ان شاء الله نديره يغلي. كما راكم تلاحظون خليت هذاك الجيت على الاناناس مع السكر حتى يوصلوا لهذه الدرجه من الغليان، عاد باش نحطوا لازمنا نحطوا توجور في طاجين ولا كاسول صغيره باش نقدروا نتحكموا في الكميه. فوالا نحط هكا الاناناس تاعي قد ما يتشرب لي مليح هذاك لو جو. خاصني نخليه 5 دقائق على جهه وخمس دقائق على الجهه الاخرى ومن بعد نقلعهم. فوالا هذا هو الطاجين تاعنا، يكون ان شاء الله بالزبيب والاناناس، ويكون حاجه جديده وتكون متنوعه من البرقوق والمشماش و يعني وهذوك الحلويات. بدلت بغيت ندير الاناناس. ها فوالا راهي يطبخ، نخليه 5 دقائق من بعد نقلبه ونقلعه كيما هكا حتى نكمل العلبه تاعي تاع الاناناس. اخواتي بغيت نزيد كنافه مع البسكويت تاعنا اللاتاي تاعنا للضياف. ان شاء الله برك ما تجيش لا فيديو طويله ونكون كثرت عليكم. راح نقطع الكنافه تاعي مليح مليح، راح نقطعوها، لازم نقطعوها باش ما تبقىناش بهذيك الكثافه. فوالا نسلكوها كاع مليح مليح، وراح نستعمل معها ايضا لا كريم فريش. شيت هادي ايبس، ما شيتش تاع القرعه، هادي ايبس. وراح ودوبت الدهان ربع مغارف ذوبتهم، راهم تياد راهم دافيين. وللزينه ان شاء الله راح نستعملوا حلوه الترك، راه باقيت لي شويه بالبيستاش، قلت لي مالا نحطها من الفوق مع شويه تاع اللوز كان عندي في الكونجيلاتور. عندي اللوز هنايا محمص في الزيت، حمرته في الزيت وطحنته. راح نقطع هاد الكنافه ان شاء الله ونبدا الوصفه. راني يعني قسمت هذه الكنافه او القطايف، انا الكنافه مسميتها الكنافه لاني نشريها من عند واحد المحل تاع اتراك. البنه تاعها ولا اروع الذوق، يعني خيالي لا يقاوم، حبيت ننسيها في داري. كما قلت لكم هذه الكنافه او القطايف راني قسمتها الى قسمين. القسم الاول راح نطيبه 10 دقائق في الفرن، راح ندير له شويه تاع الزبده، لازم نشربوه مليح مليح الزبده، نخلطوه مليح ولازم يتشرب هذيك الزبده، ولا ما قدرتنيش نعاود نذوب كميه اخرى. اي فوالا غادي نعاود نزيد الطبقه الاخرى، غادي نعاود نزيد لها شويه نذوبها ونخليه نوجدها لها، نخليها تريح 5 دقائق. راح نبسطها مليح مليح، لازم تكون محلوله ونكون متاكده بلي فيها الدهن في كاع هاد الكميه اللي راني حطتها. راح نطيبها في هاد المول هذا، عاد هاني دايره كميه ما نبغيهاش تكون مهوده، نبغيها الطبقه تكون شويه 1 سنتيمتر هكا. فوالا راح نحطها مليح، راح نحطوها كيما هكا،
نحطوها مليح ندركو عليها، غادي نعاود نجيب حاجه ثقيله نحطها عليها بلا ما ريحت هذيك الخمس دقائق، وندخلها للفرن لمده 10 دقائق. طيب لي دومي كويسون يعني نص طياب، عاد باش ندخلوا لها هذيك لا كريم فريش ان شاء الله، نزيدوا لها الطبقه الثانيه تاع القطايف. هاي خليها 5 دقائق، غادي نحط عليها حاجه ثقيله ومن بعد ندخلها طيب في الكوشه. الكوشه هي على نار متوسطه وتوجو نطيبوه في الوسط. شوفوا القطايف تاعي راهي طابت لي مده 10 دقائق، تحمرت لي شويه، راح نضيف لها الطبقه تاع لا كريم فريش. خويتها في هذه الزلافه صغيره خاطرش باغي نزيد معها هذيك الحلوى تاع الترك، راه فيها شويه تاع البيستاش. نخلطوها مع بعض نحطوها في الوسط، وهذيك الكميه اللي بقات لي تاع القطايف راني زدت لها دوبت لها شويه دهان وخدمتها مليح مليح باش ما نكثرش عليكم في الفيديو، راني خدمتها مليح مليح. فوالا نحطوا الطبقه تاع لا كريم فريش بالحلوى الترك، ما نوصلوهاش للجوانب باش ما تسيليش في الطياب، باسكو غادي نعاود نردها في الفرن. فوالا بسم الله. نحطوها نمشوها مليح مليح. فوالا حنمشيها مليح مليح، نعاود نرجع لكم. راني زدت شويه تاع لا كريم فريش خاطرش ما كفاتنيش، والكميه تاع الحلوى الترك راهي بزاف ما نزيدش. فوالا ودروك نحطوا هذيك الطبقه الاخرى تاع القطايف، نحاولوا ندركوا عليها مليح ونرجعوها تطيب ثاني كذلك، تحمر لنا ثاني من الفوق. هذا هو نحطوا وندركوا مليح. كما قلت لكم راني شربتها بالدهان، هيا نغطي كاع الجوانب تاوعي. هذه هي، هذه الكميه الاخرى غادي ندسها ندخلها للفرن ان شاء الله. راهي القطايف تاعي او الكنافه راهي طابت، خليتها تحمرت، سمحوا لي لافوا تاعي راهي راحت لي كاع، طابت لي مليح وخليتها تتحمرت لي مليح مليح. لكن انا ما نستعملش في القطايف تاعي ما نستعملش هذاك الماء اللي نطيبوه مع السكر، راح نستعمل العسل، نشربها مليح العسل. فوالا راهي سخونه ونحطوا العسل عليها. نبغي نمد لكم كل شيء بالتفاصيل، سمحوا لي لا انا طويله ونهضر بزاف، ولا نبغي المعلومه كيما نعرفها نوصلها، نبغي نركز على التفاصيل. ان شاء الله كل شيء يعجبكم يجي على خاطركم. فوالا نشربها مليح العسل. راني فطرت زوجي والوليداتي، هم عجبتهم الحريره عجبتهم الزبيب، ان شاء الله كذلك الضياف يكونوا راضين عليا ان شاء الله. فوالا هاني شربتها مليح مليح مع هذيك القشده والحلوى تاع الترك، راح تكون بنينه ما تكونش خاويه وغير فيها غير العسل واللوز من الفوق. راح نحطوا اللوز نزوقوا به. فوالا كملت كل شيء، بقاو غير ضيافي ان شاء الله يجوا ونحطوا ونوريكم ان شاء الله الحطه. فوالا ما عنديش البيستاش، كاين اللي يدير البيستاش، المهم الحلوى تاع التوك راه فيها كميه تاع البيستاش. فوالا لازم تبرد تماما، لازم حتى تبرد باش نقطعوها لانها حساسه تبدا تفتت لي، لازم حتى تبرد. نحطها مع الكيك تاعي ان شاء الله ولاتاي. فوالا راني كملت كاع الحمد لله يا ربي، راني توفقت في الوصفات تاعي. ها هي القطايف، من بعد ان شاء الله نشوفوا كل شيء في طبقات اطباق التحضير.
خواتي راحوا ضيافي ما قعدوش بالبزاف والله العظيم بالخف الوقت فات، وبغيت ندير كاخر فيديو للهديه القيمه اللي جابوها لي. والله العظيم التعبير راه يخونني، ما قدرتش نوصف الفرحه تاعي. شكرا شكرا اختي حسنيه واختي زاهيه على هاد الهدايا القيمه. انا كنت متمنيه غير تشوفوني وتشرفوني بالحضور تاعكم في بيتي، لكن والله العظيم هاد الهديه روعه، وبغيت نشاركها مع اخواتي في القناه باش تشوفوا معزه اختي حسنيه واختي زاهيه. راهم جابوا لي هاد السيرفيس، راني فخوره به والله العظيم، شباب بالبزاف. واختي زاهيه زادتني هاد الطرف تاع القماش وهاد لا كريم، وجابت لي هاد الثاني الدواء مع كافيزكو. بغيت نشارك معكم واش جابوا لي، الله يحفظهم ويسترهم. وكذلك الحلوى الكاطو راح نجيبها لكم وتشوفوها. هذا هي الحلوى اللي جابوها لي، راح نفتحها من الفوق، نحاول نفتح باش تشوفوا حبه. فوالا ها شوفوا ما شاء الله، الله يكبر بميزهم ان شاء الله، فرحوني ربي يفرحهم. والله العظيم تاثرت بالبزاف، شكرا. وش نقول لكم المشتركين تاعي، شكرا على المتابعه. ربما الفيديو راح تكون طويله لكن كانت مليئه بالوصفات، وخاتمها مسك. ما عليا نبقى نقول لكم الا كنتم من زوار جدد للقناه مرحبا بكم، شرفوني بالاشتراك وبتفعيل الجرس. وان شاء الله الله يدوم الافراح في كل البيوت ان شاء الله. تبقوا على خير والسلام عليكم.